السلام عليكم متابعي قناة كلكت ميديا، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. في فيديو اليوم رح نتكلم عن مسلسل الهبة الردة الجزء الرابع لحلقة 16. خلونا نبلش. المختار بحس أن نمر السعيد بدأ يشك فيه، وهذا المختار بخاف على حاله، بلاش نمر السعيد يقتله أو يتخلص منه بأي طريقة. وبروح المختار لعند جبل وبيخبره أن نمر السعيد بدأ يشك فيه، وجبل بقول له ما تقلق، بس أنت كمان لا تشددها عليه كتير وحاول أنك تسايره. علاقة نمر ورانيا بتصير أسوأ بسبب غيرة نمر على رانيا، ورانيا بتبطل أو بتتوقف عن إرسال آخر الأخبار لنمر، وبتصير تتأخر عليه لأنها بتكون بدأت ترتاح لأهل البيت وبتكون بدأت تكره نمر السعيد. ولكن مضلها بتذكر بحالها إنها هي أجت على هذا البيت حتى تنتقم لأبوها. وشاهين بتصل بمنى وبطلب منها ترجع على البيت، ولكن منى بترفض وبتقول له راح أضل كمان فترة عند أهلي. ولكن لما ابنها غازي بطلب يشوف أبو شاهين، منى بتقرر ترجع. وعلي بيقابل مرته مروة بالسر، ورانيا بتحاول تستغل منى حتى تاخذ منها معلومات، لكن منى بتحس إنه رانيا بدها تاخذ معلومات وانها ما بتسال عادي يعني. ومنى هنا بتروح بتخبر جبل انه رانيا بتسال حتى تاخذ معلومات وما بتعرف شو بدها، ليش بتسال عن هذه الشغلات يعني. وبهذه الحاله جبل بتاكد انه رانيا بتشتغل مع زيدان وهي ايضا شريكه نمر السعيد. هذا كان فيديو اليوم، بتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو اضغط لايك للفيديو وادعمنا باشتراك في القناه. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام عليكم. Okay, I was flying solo, then I saw you, whoa. Girl, ever since I found you, I don't hear them other bitches cause they so-so. I'ma take you to an island, all I really need is timing. Mix a little Tangerine with your love, got me feeling all warm.